السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنوريكم طريقة أخرى لتزيين هذا العمل هذا. كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة، اللي بغات الخدمة هذه الخدمة هذه من البداية ترجع لصندوق الوصف، غتلقى الرابط ديال الفيديو ديال هذه الخدمة من البداية، وكذلك غتلقى الروابط ديال فيديوهات أخرى فيهم نفس هذا العمل بأشكال أخرى للتزيين. اليوم قررت أنني نزينها غير بالحرير عادي. هذا الحرير مبروم على 3 شعرات. انتبهوا هنايا معايا مزيان، طلعنا الخيط من هاد الغرزة هادي. ركزوا معايا، 1 2 3 4، انا حسبت 1 من المكان اللي طلعت منه الخيط. كما كتشوفوا من هنا منين طلعنا الخيط اول مرة، فغنجيو لهاد العوينة اللي هنا اللي الفوق اللي حداها هي اللي غنطلعوا منها الخيط. هاد الشكل هذا، وغنرجع نهبطو، نحسبو من هنا 1 2 3. حاولوا ان الخيط ما يكونش يعني مبروم بزاف، يكون هكا عادي. فغنجيو لهاد الغريزة هادي اللي جات هنا في الراس، احنا غادي هنا وتنقصو لان انا باغا ندير مثلث. فدرنا هنا غنديرو غير 1 2 هاد لي حداها. فانتبهوا معايا هنا، نطلع الخيط من هنا من هاد الغريزة هادي. انا بغيت ندير مثلثات هنا بشكل معاكس، فانتبهوا 1 2 3 4. نجي لهاد العوينة الرابعة هي اللي غادي نهبط منها الإبرة ديالي، قادو هنايا الخيط. نرجع كما قلت لكم هنا، انتبهوا معايا، فهنا وضعت 4، يعني غنرجع نبدا من هاد الغرزه هادي اللي حداها بهذا الشكل هذا. غنحسب 1 2 3. في المثلث الى بدينا بالقاعده الكبيره تنبقاو غادي وتنقصوا. درت يعني في الاول درت 4، فالان درت 3، دابا غندير 2 هنا هاد العين هادي. وغادي نحسب عندي هنا 1 2، غنجي لهاد اللي حداها مباشرة، هي اللي غادي نخدم فيها. كتشوفوا ان هنا المثلثات جاو معاكسين، واحد تيشوف في الاتجاه الاعلى والاخر تيشوف في الاتجاه الاسفل. فهنا غنرجع نبدا من هنا من هاد البلاصة هادي، يعني نفس الخط اللي بديت فيه هادي هو اللي غنبدا فيه هنا. فغنجي نجيب الإبرة ديالي، نطلع الخيط من هاد النقطة هادي، وغادي نحسب بطبيعة الحال 1 2 3 4. نجي لهنا، فهنا باش نزيدو جمالية لهاد العمل هذا، نوضع هنا دريسات صغار. ثبتنا الخيط هنا ما بين هاد جوج الغريزات، وغنرجع لهاد ما بين هاد جوج الغرزات كما كتشوفوا هنايا. فهاد الدرس هذا هو تيعطينا جمالية اكثر. لوي الخيط هنا على 3، لانني انا هنا استعملت الخيط على على 3 شعرات. ام الا استعملت الخيط على 4 شعرات فلويو غير جوج اللويات، ولكن من الافضل تستعملوا الخيط غير على 3. فهنا نجي لهاد ما بين هاد جوج الغريزات، انا هنا غادي نخدم يعني غرزه غرزه، ما نخليش شي غرزه يعني تبقى. نجي لهنا لهاد المكان هذا، لوي 3 لويات. هاد الخدمه سهله وبسيطه وتتعطي واحد المنظر يعني العمل عوض فاش نخليوه هكا يعني عادي. نزيدو اضافات، فهنا اللوي دائما 3 لويات. انا غنستمر في هذه الخدمه هذه حتى نوصل يعني للنهايه. وهذا هو الشكل النهائي للعمل ديالنا، بسيط وسهل في نفس الوقت، شكل جميل ورائع، واهم حاجه هو انه بسيط وسهل. كنتمنى ان هذا الشكل ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه. اعجب هالفيديو اضغط على زر الاعجاب، وشكرا على المتابعه.